السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا جيت النهارده يا حبايبي بقى ايه، رحت عند اخت القاهرة. سلم عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ على الله تكونوا بخير. اخت عندي ومنوراني هي وولادها، وانا دخلت معاها تعمل فيديو عندي، واشتركوا في قناتي عشان انا دخلت عملت قناة يعني جديدة بس لسه بادئة يا جماعة. يوميات سمسمة وحمو يا جماعة، عايزاكم بقى تشتركوا في القناة بتاعتي. يلا يا حبايبي نبدأ نروق بقى الصلاة. الصلاة عندها هي مكركبه بقى، العيال مكركبينها وكده، فقلنا بقى روقت من العيال على بعضها، عيالي على عيالها، فمبوظين الدنيا وخربين الدنيا. هنبدا بقى مع بعض اهوت. سيد هنشيل كل حاجه وهروقها وهننضفها ونخليها زي الفل. بكره السفره يا حبايبي. انا هو برضو الجزء بتاع المنتري الاول، وبعدين هنرجع نلوق السفر. ستي يا جماعة بتنضف المطبخ. السلام عليكم يا حبايبي. معكيت بتنضف معاك ايه؟ بنشد من ورا الحاجة وبننضف يا حبيبي، نلمس من وراها وكده وننضف. اهم حاجة ايه؟ يكون اللي هو من ورا الحاجة. هديل الجزء بالمية روحي. لايكات يا حبايب قلبي، عايزه لايكات كتير كده، وعايزين الفيديوهات تترفع والقناه تترفع يا حبايب قلبي. العيال برضو بيبقوا قاعدين وبعدين هنمسح يا حبايبي بقى، هنمسح من ورا الحاجة وكده. احنا كده من ورا الحاجة ونضفناها، بعد ما كنسناها نرجع بقى ايه في الكرسي اهوت. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ ظبطنا الاندريه وخلينا زي الفل، ومسحنا الارض اهوت وسويناه وحطيناه على الفراش ديت وظبطناه وخلينا زي الفل. هنبدا بقى يا حبايب ايه، ناخد الجزء اللي هو تحت السفره اللي انتوا شايفين ده اهوت. هناخد بقى نجيب الكراسي بتاعه السفره كده ونجيب من وراه ونلمع الترابيزه واوريكم عليها. ايه رايكم يا حبايبي بقى لما روقنا الانتريه وروقنا الجزء السفره وخلصنا الريسبشن كده زي ما انتوا شايفين اهوت يا حبايبي؟ اهو زي ما انتوا شايفين دي شقه اختي يا حبايب قلبي اهو. خليناها جميله، كانت عيال مكركبينها بقى، انتوا عارفين العيال على بعضها بتبوظ الدنيا، واحنا نضفناها وخليناها زي الفل. خش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وخشوا في قناه سمسمه. يلا يا سلام سمسمه وحمد. سلام يا حبايبي.